القيادة السياسية تولي كل الرعاية والاهتمام لإيجاد جيل شبابي كويتي منجز في كل المجالات ليكون قادرا على تحمل المسؤولية الوطنية، وفق ما أكده وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في كلمته خلال حفل تكريم إنجازات الشباب الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون الشباب للعام الثاني على التوالي لتكريم أبناء الكويت أصحاب الإنجازات في جميع المجالات. لابد أيضا أن نحقق لهم أرضية مناسبة، وهذا الدور نقوم فيه في وزارة الدولة لشؤون الشباب بتوجيهات من الحكومة ممثلة بسمو الشيخ جابر مبارك الحمد رئيس مجلس الوزراء الذي وجهنا لتنفيذ الرؤية السامية لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه، والخاصة في إطلاق المشروع الوطني للشباب وما تمخض عنه من وثيقة وطنية للشباب. اليوم مثل هذه الفعالية توفر المساحة التفاعلية وتشجيعية للشباب المتميز بالعديد من المجالات، منها المجال الثقافي، الفني، العلمي، الفكري، الرياضي وغيره.